بابا كيصوني ليا من الصباح، عرفتي تعطلت، انا غادي نمشي. الله يديك على خير. تهلا يا فراس بابا، باش نعاود نرجع عندك. ودي بابا الله يخليك. الو بابا. الله يا ربي، الله شهاد الشيء كنشوف قدام عينيا، خاص عبد الجليل ما يعرفوا ولا باش ما يخسروش. الله يا ربي كي غندير. الله الا شي تهلا. اجيت موراها واش داني يا خوتي طفلاتي مجنونه، يلا قولوا لي واش بلاني جمله فوق خليني نتهنى. اجيت موراها واش داني يا خوتي طفلاتي مجنونه، يلا قولوا لي واش بلاني جمله فوق خليني نتهنى. سكنتي في بالي خمم غير فيك، جيتي بالي وغزرتي بالعاني، شفتي شندير انا مالي. سكنتي في بالي خمم غير فيك، جيتي بالي وغزرتي بالعاني، شفتي شندير ضحكت معاك رجحتي لي ديك البسمه، وانا وياك كي درت معاك قلتي لي لا. ضحكت معاك رجحتي لي ديك البسمه، وانا وياك رجعتي لي وقلتي لي لا. ضحكت معاك ديك البسمه، وانا وياك كي درت معاك قلتي لي لا. ضحكت معاك رجحتي لي ديك البسمه، وانا وياك درت عليا قلتي لي لا 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 لا. اجيت موراها على حد المده كامله اللي دوزت معاك، مديش كنولف مديش كنضحك، واخا خايف ولكن ما عرفتش من الناس. ديك المره قلت لك ما عندك من الناس تخاف، ديجا قلت لك باللي الدريات ماشي بحال بحال. صراحة حتى انا ولفتك في حياتي، دابا نقدر نقول لك كنبغيك. كنبغيك حتى انا. سيدريس لا قاس في الجردة. قول يا مرحبا سي عزيز، راه من قبيله لقيتيني تنفكر درني راسي في الموضوع اللي قلتي لي ما عرفتش شنو. كما عرفتي سي ادريس، انا ما بغيتش نهضر معك في الموضوع في التليفون، قلت من احسن تنجي عندك وندوي في الموضوع. بابا بابا انا غنخرج نقضي واحد الغرض ونرجع صافي. اوكي مرحبا. مرسي. إلا ممكن أبنتي عطينا واحد خمسة دقائق حيت الموضوع اللي جينا فيه تيهمك أنت يا بنتي. واخا داكور بخير أنتي وجهك، نحلي بابا نجلس. بابا شنو واقع؟ حالي بحالك يا بنتي. واقيلا سي إدريس فاجأتك، الموضوع اللي جيت ليه سي إدريس بنتكم سلمى الولد ما وتيموت على واحد الدراجة وباغيها. ولدك هو هذاك؟ لا سي إدريس، هذا خدام معايا عيد اليمنى ديالي سي إدريس. راه ولدي عنده الطيارات سيمانة. مرحبا سي عزيز، هذا هو النهار الكبير عندنا. بغينا نشوفوا الرأي ديال البنيته عندك.
انا ابني تاعي ما عمرت خسر بابا شي طلب. شنو بالك ابنتي؟ اجي نقول لك انا ونحكي لك حكاية دنيا بلادني المجددني بالهوايا. اجي نقول لك انا ونحكي لك حكاية دنيا بلادني المجددني بالهوايا. شف العاديين ودموعي سالو اللي قالت بغيتني في ضهري طعنيتني وشنو دوايا. شف العاديين ودموعي سالو اللي قالت بغيتني في ضهري طعنيتني وشنو دوايا. جليل انا راح حاسبك لكن انا ما متفقاش معاك في حاجه وحده. راه ماشي كاع البنات بحال بحال. ضربك قولو كاع ما كيتشدد وباغي كنتريبي لا ما نكليبي باغا الموت كتبيبي. كنبغض خاني وفي تيكاسي كنسيبي لحت الشكار وما نحتارم تا شي خفي وغادي كنسكيفي الحفار قدامي طريق طويلة في قلبي شعلة فلام لقيت اللي طفيها داك انا تي كاع ما غير ماشي بيديا وباغي كنسكيفي في الحفار بيبي ما كاينش بوامور كيف شتيها نهار هديتك حياتي انت كاع ما بغيتيها دابا غير بسلامة بالصحة والعافية. اجي نقول لك انا ونحكي لك حكاية دنيا بلادني المجددني بالهوايا. اجي نقول لك انا ونحكي لك حكاية دنيا بلادني المجددني بالهوايا. شف العادية يومين وانا كنطري ليه وما كيجاوبش. الايام مبقيتيش عاجباني شكون لي تعاطيها للخروج هاد الايام هادشي راه ما عاجبنيش انا. عرفت راسي غنلقاك هنا علاش كنصوني لك في التليفون وما كتجاوبش. اسمع شوش يومين وانا كنطوني وانت ما سمعتيش. ما سمعتيش النهار فهاد يومين كامله. واخا كون سمعتو انا ما بغيتش نجاوب. علاش شنو المشكل علاش ما بغيتيش تجاوب؟ ما عارفاش علاش. ما عارفاش علاش كون عارفه علاش ما غنجيش حتى لهنا. صافي سيري جات عارفه. راه انت اللي خاصك تعاود لي علاش كيفاش غندير باش نعرف انا علاش. باغي نسولك سؤال واحد. واش انا مصرف فيك شي حاجه خايبه؟ نهار الاول قلت لك راه ما كنتياقش فيك وانتوما كاملين بحال بحال قلت لك فهاد البلاصه هادي ياك. واش هذا لي كنكون معاه انا في علاقه كيمشي خطبها ولا كيفاش؟ واحد جوج ثلاثه جا خطبك من داركم خرجتي معاه سهلة عندك دوي لك كنتي معاه هاد اليومين هادي مع من كنتي تحكي اجي ضحكتيني والله غير هجروا لك من بعد. اجي جلس حدايا ونشرح لك جبتي لي ستخاس بهاد الجلسه هنا. اجي جلس والله اجي ضحكتيني غنسمع هاد القصه ديالك شنو تجي جديد. واخا جلس وغتسمع القصه ديالي جديد. انا حيد ايدك عليا اسمح لي. المهم غنبدا لك باول حاجه
نهار اللي جاو الخطاب للدار انا راه ما قبلتش. عمي ولدك اي وحده تمناه، ولكن انا ما كنفكرش في الزواج. اسمح لي جاوبك. ما كتجاوبش داكوغ، ماشي مشكل، غنحطو هادشي كامل ابار. وهداك الدري اللي كدوي عليه وكتقول طعنك في ظهرك وعندك معاه مشكل، هداك راه صلاح خويا الكبير. صلاح. سلام اختي. صلاح توحشتك. وانت اللي خبرتي، ما بقيتش كنتلاقاو في الدار بزاف، ياك ما عندكش مشكل؟ اه سكتي اختي، والله المشاكل ديال الخدمه راه ما كتساليش. الشركه عندنا راه لا اله الا الله. واش بقاش تخيسي راسك على شي حاجه فوق القيعه؟ ايوا ما عندنا ما نديرو. يلا ندخلو. يلا نمشيو ندخلو. يلا كنقلب غير على واحد جاكيت ساعه ما وغنعاود انا نقول لك، فهاد البلاصه راه ماشي كاع الدريات بحال بحال. نقدر نكون انا اول وحده بغيتك وغنفكر. تهلا صلاح. كيف صلاح؟ كيف سمعتي؟ صلاح خويا الكبير. بالنسبة للشخص اللي عاودت لي عليه ديك المرة نهار لانيفيرسير ديالي، كنت كتبان حاقد عليه بزاف. رجعت باش نقول لك بلي خويا صلاح قلبو بيض كيف ما تنتا قلبك بيض. كنتمنى ما تأذيش هاد الشيء، حيت انا عارفك ما كتسمحش في حقك. نعاود نقول لك خويا صلاح ولا تا قلبو بيض. غاديش نأذي خويا واخا حاقد عليه بزاف، ماشي ما غنأذيش على قبلي انا، ما غنأذيش على قبلك انت. كنتمنى نزيد نتأكد بأن باقا وحدة ماشي بحال كلشي. ديك النهار شفتي بابا بابا. لا اسمع اش غنقول لك، حاول تحول لي هذوك الفلوس في اقرب وقت ممكن للكونت ديالي اللي في سويسرا، حيت راك عارف انت راه وين. سلمه صلاح في اي لحظه يقدروا يعرفوا الحقيقه. انا نكلم والديهم وما ربينا. الله يرضي عليك اللي يدرك لي على القديم هادي، انا ما بغيتش اعرف الحقيقه ونطيحوا في المشاكل.
صافي سي سعيد، غدا ان شاء الله تكون عندك الامانه. ولدي صلاح، ولدي صلاح، عمرك تبقى تقول لي الكلمه ديال ولدي صلاح، حيت انت ماشي با وعمرك تكون با. ودابا باش عرفت الحقيقه دابا ولدي صلاح، هادشي كامل فهمتي غلط. الغلط هو اللي كتعيش فيه انا اختي. دابا باش عرفنا الحقيقه ديال بصح، هادشي درتي ما غندوزوش لك الطريف لا انا لا اختي. وعطاها لها هادشي مزيان ولدي صلاح. ما عاد مني صلاح، صلاح سيدي. تبعو صلاح وقتلوه. راه ولدك اسيدي هذا. واش كتعرفو احسن مني؟ هي الاولى الشاب. الو اختي سلمى. مالك صلاح كدوي هكا؟ شنو واقع؟ بغيتك في واحد الموضوع ضروري اختي. ضروري ضروري. لا لا جا اختي عافاك، انا نعاود نعيط لك، ما عرفتش شنو داروا لي هنايا في الطريق. Thank you.
غدار تقتلك وقلتي لي ما غاديش نقتلك قتلتي لي اخويا واللي عندي حش انا غنقتلك بعيد دي اليوم لحقاش وعدتيني وما وفيتيش بالوعد الغدار قلبي حامر عاود لي ولدي شنو كاين حتى انا شي حاجه دارني في قلبي باغي نعاودها لك وليده غنبقاو نفس السيناريو دارني في قلبي امك ماشي شبك ماشي شوفي سمعي ديما كنقول لك انتي يا والدي انتي يا امي انتي يا ابا الله يرضى عليك هادوك ماتوا الله يرحمهم نهار حليتي عيني نهار شفتك شفتك انتي انا عارف هاد الموضوع ما بسمعي نمشيو هذا الموضوع اللي شنو هو عندي في قلبي سلمى الوالده مالها خاتم شنو اليوم اخوها كان عندي معاه مشكل كبير علاش عندي مع واحد المشكل كبير طويل فيها مات كنت خدام بقى بيني وبين واحد الحساب ومن بعد شنو طاب؟ لقيت خوها مقتول وكتحملني انا اللي قتلته شنو قلتي؟ لقيت خوها مقتول وكتحملني انا اللي قتلته حيت خوها كان عندي معاه مشكل الله اكبر كنا داك المجرم ديال باها با فكاش عارفي با انتي؟ انا ولدي مني خرجت من فمي غنعاود لك اللي كاين غنعاود لك كلشي ما غنكذبش عليك ولدي شوف ولدي ما كاين ما يتخبى غنجي واحد النهار بقى تعرف اللي كاين انا راه مايمكنش بقى خازن على كتشي السبب القتيلة ديال باباك والشدة ديال ماماك في الحبس هو دريس وتسلمى فكاش عارفين انت بعدا بتسلمى بقيت فيها موان وانا في الفيلم كان بتسلمى فكاش عارفين انت شوف ولدي انا باش عرفت باها ملي صونا عليها في التليفون نهار جيتي عندي حتى في سلمى شفت التصويره ديالو في التليفون تما باش عرفت انه انسان مجرم عاودت ليا ماماك الله يرحمها مسكينه ملي كانت حامله بك كانت حامله بك في الحبس كنا مشدودين وعاودت ليا مسكينه كلشي عليه ولكن هذاك كان مجرم خطير داكشي باش انا عرفت عرفت ولدي ما ديرش حاجه خايبه مشي شو تخليني الله يرضى عليك لا هاد الحاجة الخايبة هي اللي غندير ولكن ما غاديش نمشي ونخليك كان شي حاجه راه غادي نتصدق لك الدراري اش هاد المسالات شتي جيتي نتاريا تحبيرها ديك ما مسالتك عايز يسالي شي حاجه واش سري بغيت نهضر معاك نوض نوض ونوض وقف وهضر معايا واش هاد الزربه جيتي زربتي بركتي حدايا مالك حشوي كنا حشوي الاول الساعه كنا حنوي انت شتقلت الاداب تحيد يا رجل هادشي كامل اللي عندك كيتمشى بالفلوس اللي كانوا كيتمشوا بالفلوس كاين شي ناس ما كيتمشوش بالفلوس
عندي معاك مشكل واحد. شنو هو المشكل اللي عندي؟ واحد السيد كنت قتلتيه دابا 20 عام، مرتو كانت حاملة وما حليتيش فيها. ايه عرفتو، انت بصيفتك شكون؟ انا ما بصيفش شكون، انا هو داك الدري اللي تزاد وسط الحبس. انا مرة اللي مشات الحبس ظلم وكانت حاملة، انا هو اللي تزادت وسط الحبس. عمرني شفت شي انسان في الدنيا بحالك، واش عندك الموت ساهل؟ ولدك ميت يوما وجالس كل بولا الدم ما مسوقش، مش عارف بنتك سلمى شنو طار عليها، مش عارف فين كاين هي دابا. انا اللي وقف حضراتي سي الحنين خويا وما عقلتش عليك، عاودو خوك؟ جاب خوك للعب. كيف كتسمع؟ راه عزيز وقيلا معاود ليك دابا سلمى صافي فهمت. دابا سلمى دابا شكون ولدك فادو؟ ما فهمت والو. ماشي ولادي بجوج، ولاد خويا درت فيهم خير كبرتهم. دابا انت سلمى انت ما قاتل لهم ولادهم؟ كتسمع رميت حكيت لك صراحة ولدي، أنا قتلت ناس كتار، قتلت عائلتي، قتلت والديك، كنت نطلب منك السماح حتى نتا، أنا بقات ليا سلمى هي اللي بقات عندي. أنا بنتي سلمى عزيزة عليا، تيقتي الكلب، حتى اليوم غتموت. وانا ظلمتك كنت منك تسمح لي. سمعين لا عطا ما عطا، احنا بجوجي يا شام، والدينا مشاو ضحايا.